in 1 minute. بالفيديوهات السابقة حكينا عن طريقتين من طرق التفكير اللي هي Brute Force وDecrease and Conquer. بالفيديو حنكمل حديث عن آخر طريقة اللي هي Divide and Conquer. طريقة Divide and Conquer تعتبر أكثر الطرق بحاجة لنفكر فيها، لأنها بتقوم على تقسيم المسألة الأساسية لعدة مسائل جزئية. بعد ما نوجد الحل هالمسائل، نقوم بطريقة معينة بدمج الحلول اللي اتبعت معنا لإيجاد الحل للمسألة الكلية. بنرجع لمثالنا السابق اللي هو إيجاد أكبر عنصر ضمن سلسلة. المسألة بتقوم على إيجاد أكبر عنصر من العنصر الأول للعنصر الثامن. طب أنا ما ححل هالمسألة كمسألة واحدة، حروح قسمها لمسألتين. أول مسألة هي إيجاد أكبر عنصر من العنصر الأول للعنصر الرابع، وتاني مسألة هي إيجاد أكبر عنصر من العنصر الخامس للعنصر الثامن. بعد ما طالع حل هالمسألتين بطريقة ما، حأخذ أكبر حلين كحل لمسألتين كلية. طيب عظيم جدا، هلأ شلون بدي أوجد حل هالمسألتين؟ كمان حستخدم طريقة Divide and Conquer، بروح كرر عملية التقسيم لأجل كل مسألة فرعية. منلاحظ أنه وصلنا لأربع مشاكل بسيطة نقدر نحلها بسهولة، فكل مشكلة هي عبارة عن مقارنة بين عنصرين فقط، وبالتالي الناتج هو إما أول عنصر أو الثاني. وهلأ نرجع نجمع الحلول لنصل لحل مشكلتنا الرئيسية. وبيطلع معنا أكبر عنصر بالسلسلة هو 22. نلاحظ أنه بالمستوى الأول حنعمل عملية مقارنة واحدة، وبالتالي عمليتين، أما بالثالث أربع عمليات، يعني بالمجمل حأعمل سبع عمليات مقارنة. نستنتج أنه عدد العمليات كلها حيطلع معنا بالنهاية هو N ناقص واحد عملية، وبالتالي تعقيد النهاية للخوارزمية هو ON. نهاية الفيديو حابب نوه أنه مو إجبار نقسم مسألتنا لقسمين بس، لا، فينا نقسمها على حسب العدد اللي بدنا اياه. كمان مو شرط يكون عدد العناصر بكل المسائل متساوي، فمثلا فينا بالمثال السابق نقسم مسألتنا لثلاث مسائل، بحيث مسألتين فيهم ثلاث عناصر ومسألة واحدة فيها عنصرين فقط.